خطوط الطول ودوائر العرض. الإحداثية الجغرافية هي وسيلة أساسية لتحديد موقع ما على سطح الأرض، وهي تتكون من خطوط الطول ودوائر العرض. إذن فما المقصود بخطوط الطول ودوائر العرض؟ إن الخطوط الطول شكلها على هيئة أنصاف دوائر وهمية متساوية، حيث تلتقي في نقطتي القطب الجنوبي والشمالي. تتعامد مع دوائر العرض ويبلغ عددها 63 خطا بعدد درجات محيط الكرة الأرضية. ويعد خط الطول الأساسي وخط غرينتش، حيث يمر من لندن. وبناء على هذا قسمت خطوط الطول إلى 180 خطا شرق غرينتش و180 خطا غرب غرينتش. ومن فوائد خطوط الطول تحديد مواقع الأماكن غرب خط غرينتش أو شرقه، وتحديد التوقيت في مختلف جهات العالم. ولكن كيف يتم حساب فرق الوقت باستخدام خط الطول؟ تستغرق الأرض 24 ساعة لإكمال دورة واحدة أو لتغطية 360 درجة من خطوط الطول. هذا يعني أن الأرض تغطي 15 درجة من خطوط الطول كل ساعة، وتستغرق درجة واحدة من خط الطول 4 دقائق. نقول 60 دقيقة مقسوم على 15 درجة في الساعة تساوي 4 دقائق لكل خط طول. فيما يخص دوائر العرض، تشكل دوائر وهمية متوازية يبلغ عددها 180 دائرة، منها 90 دائرة في جنوب خط الاستواء و90 دائرة في شماله، غير متساوية في الطول، فأكبرها الدائرة الاستوائية. ثم تصغر الدوائر كلما ابتعدنا عن خط الاستواء جنوبا وشمالا، حتى تصبح نقطة في كل من القطب الجنوبي والقطب الشمالي. وتتمثل أهمية دوائر العرض في تحديد مواقع الأماكن جنوب خط الاستواء أو شماله، ثم معرفة أحوال المناخ. وبالنسبة لخطوط العرض الأساسية، هناك خط العرض الأساسي وهو خط الاستواء درجته صفر، يقسم الأرض إلى قسمين شمالي وجنوبي. هناك مدار السرطان الذي يوجد شمال خط الاستواء، مدار الجدي الذي يوجد في جنوب خط الاستواء، هناك كذلك الدائرة القطبية الشمالية، وهناك الدائرة القطبية الجنوبية، وأخيرا القطبين الشمالي والجنوبي.